Audio Jungle. أنا واحد الأسر الضحايا وجمهور نادي الدفاع العسكري الجديد تيعزي أسر الضحايا وتنقول إدارة وتنقول المكتب لنادي الدفاع الحسني الجديدي ها اللي شاطلينا مع الدفاع الحسني الجديدي بين ليلة وضحاها إخوان ديالنا تيديبلاصاو معانا تيريحوا معانا تياكلوا معانا تيشربوا معانا بين ليلة وضحاها ما دخلوش لديورهم ما دخلوا حتى ما دخلوش للمدينة كاع حتى واحد من اللي دخلنا 12 اللي ها اللي شاطلينا من هذا المكتب المسير وشن شن 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 من هذا المنبر الله يرحم هاد الدراري وتنرد على داك الصحفي الفاشل تنقول ليه حنا جمهور الدفاع الحسني الجديدي تنموتوا على الفريق ديالنا هنايا ما نقولش كنشجعوا الفريق ديالنا وصلات تنموتوا على الفريق ديالنا شي حاجه اخرى ها غنبقى داوي معاك بزاف ها هو الخلاصه ديال الاداره ديال نادي الدفاع الحسني حنا الفريق ديالنا ولينا تنموتوا عليه وتنموتوا عليه وغنموتوا عليه والله يرحم الضحايا ديالنا وديما نادي الدفاع الحسني الجديدي والله يرحم الموتى ديالنا عزاؤنا واحد نعز كاع الاسر ديال الضحايا اللي ماشوا خوتنا هذوك ديبلاصاو معنا بزاف ديال المدن ملي كنسمعوا هاد الخبار راه بزاف راه تشوكينا وكتشم جاي ضارب 1000 كيلومتر ديبلاصي ولادو كتشم جاي فرقه خاسره كف السي محمد خاسره فرقه خاسره وميشي لك خمسه الدراري والمكشب ما جاش الجنازه ما شفناش يلاه كاينين الخوش عمليناشهم الاعضاء فصائل لاترا كابسولي لجروب سيبورتير ومن هذا المنبر هذا كنبغي نقول للعابه تشوني ما كاينش قاتلوا عليهم والو راه باين لينا العربون باين لينا العربون في دونور حيت ما عمر قالش على راسي خسرنا في دونور ب 3-0 ما عمرنا خسرنا 3-0 في دونور واه وعزاؤنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله راه غتولي عندنا واحد الذكرى مؤلمة وهو الأربعاء الأسود ياك خي عمر نسموه الأربعاء الأسود وتنتحسر النادي تنتحسر أنا المسيرين ديال نادي الدفاع الحسني الجديدي لا رئيس ولا كل شيء ما جاوش يعزيو هاد الناس لا معنويا ما شفتش مكتب ديال الدفاع الحسني الجديدي انا والو ما شفنا والو شفنا دابا تنشوف هذوك لا غنقولها بهذا المفرد وهذا كنشفت انا الحياحه وشفت انا هذوك اللي تيزعزعوا المكتب هاد الناس هادو اللي شاطلين معاهم راه شاطت لينا معاهم الموتش انا شاطلين معاهم الموتش ومكتب لا يهمه الالقاب ما يهمه هو مصلحه الاشخاص ولو على حساب الفريق اللي بغى شي حاجه تيجي لها على الجديده اللي بغى شي منصب تيجي على الجديده اللي بغى يدخل البلديه تيجي على فريق الدفاع الحسني الجديدي اللي بغى يطلع العماله شي يدخل على فريق الدفاع الحسني الجديدي هاد الناس نهبوا الفرقه ها اليوم شوش نستنتجوا وليدات كانوا معانا في التيره البارح بين ليله وضحاها هما مدفونين مخشين تحت التراب الله يرحمهم ومن هذا المنبر تنتحسر على مكتب نادي الدفاع الحسني الجديدي والرئيس ديالو ما جاوش لا ماديا لا معنويا لا والو جاو عزاو هاد الناس وجاو وقفوا معاهم في مقبره لا يجوز شفنا فرق وطنيه ماتشو الانصار ديالها الرئيس منخرطين طاقم كامل اللاعبين تيجيو للمقبره تنلاحظوا بان فريق الدفاع الحسني الجديدي لاعبين شفنا الحمد لله قدماء اللاعبين الحمد لله تنشجعهم وتنحييهم من هذا المنبر الدفاع الحسني الجديدي حاليا تيجيو على قدماء لاعبين الدفاع الحسني الجديدي لا رئيس لا منخرط لا والو حاليا القدماء ديال الدفاع الحسني الجديدي هما اللي تيردوا الاعتبار للفرقه هما اللي تضربهم النفس على الفرقه هما اللي ردوا على داك الصحفي الفاشل واخا بالمناسبه ماشي الهضره عليها دابا حنا في جنازه ومغبونين وكاعين على صحابنا حنا دابا حاليا تنشوفوا قدماءنا هذاك الغبي اللي استهزأ لنا بالقدماء حاليا تنشوفوا لا داعي لذكر اسمه حنا دابا حاليا قدماء نادي الدفاع الحسني الجديد هما اللي واقفين معانا وهما اللي تيجيو علينا وهما اللي تيحاميو علينا وهما اللي تضربهم حاليا الغيره على الفريق قدماء لاعبين الدفاع الحسني الجديدي اما حاليا ما تنشوف لا رئيس جا واسق اباء ديال الضحايا ما تنشوف لا منخرط هذوك المنخرطين اللي تيتصوروا هازين صباعهم واحد
واحد هو اللي جا، لا داعي لذكر اسمه. الحمد لله جا لاعب واحد من هذا المنبر، وتنبغي هذا الفيديو يتلاح. المهم نبغي هذا الفيديو يتلاح بان الكابيتان ديالنا واللاعب ديال المدينه ديالنا ولد الفرقه اللي تضربوا الغيره على الفرقه هو بوحديتو اللي جا وساق اباء الضحايا وعادل صعصع وانوار جيد وقدماء نادي الدفاع الحسني الجديدي. هاد الناس هما اللي جاوا وساقوا الضحايا. رايد الرياحي وحصل لي الشرف نشوف رايد الرياحي، ومن الاخر راني قلت لك الرجوله قدماء نادي الدفاع الحسني الجديدي هما اللي جاوا عزاو، هما اللي ضربتهم النفس، هما اللي جاوا، هما اللي تيجيو على الفرقه، هما لا حول ولا قوه الا بالله. ان لله ان اليه راجعون. اللهم ارحم هاد الموتى، اللهم تغمضهم في سيح جناتهم يا رب، الله يرحمهم يا رب، الله يرحمهم. وديما نادي الدفاع الحسني الجديدي، وغنموتوا على نادي الدفاع الحسني الجديدي، وماتوا على الدفاع الحسني الجديدي، وغنموتوا على الدفاع الحسني الجديدي الى ان يرث الله الارض ومن فيها، حيت حنا دكاريين وانا افتخر، حيت عزيزه علينا مدينتنا وما نحبوا حتى شي واحد يستهزئ علينا بمدينتنا. والسلام عليكم.